قدس الأب بيتر، هل هناك خطر في تصورنا للعذراء أو إزاجيراسيون مبالغة في شخصية العذراء؟ قال أحدهم هنالك خطر، طبعا هو بيحكي باللهجة العامية، هنالك خطر أن نتصور العذراء. على فكرة كان أفضل أن يقول سيدتنا مريم العذراء، كان أفضل أن يقول منها السلام، أو على الأقل عليها السلام، كما قال الملاك السلام عليك يا مريم. إنه الخطر إنه نتصورها على ذوقنا كما نحن نريد. طيب لنرين ما ممكن أن نتصوره، أن نتصوره ونرغبه ونتمناه عن أمهاتنا، عن أم كل واحد منا، نتصورها أجمل سيدة، أطهر سيدة، أذكى سيدة، أحن سيدة. أقصى تصوراتنا لا تتعدى هذا الحد، وهي صفر بالنسبة لما حصل مع سيدتنا مريم العذراء، لأنها من تصور الله. عمر ما أحد منا تصور أو سيتصور ولا في المنام أن تكون والدته، والدة الإله، لأنه معناها أنه هو يتصور أنه هو إله، حاشا وكلا. لا يمكن أن يتصور أحدنا والدته، والدته يعني بعد أن ولدته، أنها بقيت عذراء. إذن الذي يقوله هذا الشخص هو مخالف لكل ما ورد في الكتب المقدسة، يعني في الإنجيل الطاهر، في العهد الجديد، أنه مهما تصورنا نحن لأمهاتنا فهذا نقطة من بحر ما حصل مع العذراء، بدليل تحية الملك لها لوقا 1:26 وتابع، السلام عليك، أو في اليونانية كياري افرحي أيتها الممتلئة نعمة، أو أيتها المنعم عليها إنعاما كبيرا، الرب معك. ونحن نقول الرب معك، الرب فيك، والرب منك، مباركة أنت في النساء. هذه عبارة عبرية آرامية أصيلة، لا تعني أنك أنت مباركة والنساء ملعونات، بل تعني أنت أكثرهن بركة، كقولك في سفر نشيد الأناشيد، هيفا بناشيم، الجميلة بين النساء. لا تعني أنه هي جميلة وهن بشعات. الرب معك. بعدين طبعا حكمة السيدة العذراء كما نفهم من الكلام. إذن لا مجال مهما تصورنا لأمهاتنا أن نقابلهن بالسيدة العذراء. شكرا.